بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تكامل جذر التربيع الى اي تربيع ناقص اكس تربيع. عندي اول حاجة لازم نتخلص من الجذر دون. طيب عندي هنا اشارة سالب، يبقى انا هفكر على طول في الساين، يبقى هاخد ان الاكس هتساوي الاي في الساين سيتا، يبقى الساين سيتا هتساوي اكس على ايه. لو عملت مثلث قائم يبقى انا عندي ادي السيتا، الساين عبارة عن اكس مقابل على الوتر، يبقى الجذر التربيعي ليه تربيع ناقص اكس تربيع. يبقى عندي دي اكس هنا هيساوي ايه تفاضل الساين كوزاين في الدي سيتا. اعوض هنا يبقى التكامل الجذر التربيعي لايه تربيع ناقص ايه تربيع ساين سيتا في الدي اكس، يبقى في الايه كوزاين سيتا دي سيتا. اخد من هنا الاي تربيع مشترك، بقى لي واحد ناقص هنا تربيع. واحد ناقص ايه تربيع هي بكوزاين تربيع سيتا. يبقى عندي التكامل هيصبح، هطلع من الاي جذر، يبقى الاي والكوزاين تبقى تحت الجذر تدينا كوزاين في الاي كوزاين سيتا دي سيتا، يدينا في التكامل اي تربيع كوزاين تربيع سيتا. الكوزاين تربيع عبارة عن القانون بتاعها اللي هي الكوزاين تربيع تساوي نص واحد زائد كوزاين اتنين سيتا، يبقى هيساوي اي تربيع على اتنين تكامل واحد زائد كوزاين اتنين سيتا بيساوي اي تربيع على اتنين تكامل الواحد بسيتا تكامل الكوزاين بالساين اتنين سيتا على كام؟ اتنين زائد ثابت. ده هيساوي الاي تربيع زي ما هي، اعوض بالسيتا اللي انا كنت واخدها، السيتا كان بكام؟ يبقى السيتا هي تساوي ماينس وان اكس على ايه، يبقى السيتا ساين ماينس وان اكس على ايه زائد القانون الساين اتنين سيتا باتنين ساين سيتا في كوزاين سيتا على اتنين. ممكن اختصر دلوقتي، الاتنين تروح مع الاتنين، بقى لي الساين والكوزاين. الساين بيكس على ايه والكوزاين هيساوي الجذر التربيعي لايه تربيع ناقص اكس تربيع على ايه. يبقى انا هضرب الساين في الكوزاين دي في دي، يعني هنا هتبقى اكس على ايه دي الساين في الكوزاين جذر التربيعي لايه تربيع ناقص اكس تربيع على ايه. يبقى المسألة هتبقى ايه تربيع على اتنين، افتح قوس ساين ماينس وان اكس على ايه على اكس على اتنين زائد اكس في
جذر التربيعي لـ a تربيع ناقص x تربيع على كام؟ زائد سابق، وهو ده الحل النهائي بتاعي. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم.